عجبتني كثير هيدي الميزه من التراكينج للجيمبل، يعني ميزه كثير حلوه. صار لي شي ساعه قاعد عم بلعب انا اياها، بتزيح يمين بتزيح شمال. اليوم حنشوف ونجرب دي جي اي اوزمو موبايل 4، هيدي الجيمبل الرائعه، ورح خبركم ليش كل واحد بحب التصوير لازم يكون عنده هي جيمبل. وعلى فكره في كثير شركات بتعمل الجيمبل، بس الافضل لحد هلا هي دي جي اي. بس في حال طلعت شركه ثانيه وعملت وحده افضل من هيدي، اكيد رح نطلع نحكي عنها. هلا كجيمبل كلهم يكون نفس الشيء، بس اللي بيفرق بهيدي الجيمبل عن غيرها بالسوفت وير والخصائص اللي بتقدمها والفيتشر وكثير مزايا بتقدمها هيدي الجيمبل. فبهذا الفيديو حفرجيكم شو هي هاي الخصائص اللي عم نحكي عنها وكيف تستعملوها، وخبركم كل شيء عنها بالتفصيل. على فكره هلا اذا انتم متابعين بكل التليفونات الجديده اللي عم تنزل، عم ينزل للسنسور تعول الكاميرا في ستابيلايزيشن، بس قد ما تطورت الهواتف ما راح يكون ستابيلايزيشن تعولها مثل ما بتحطها على الجيمبل. وغير هيك بهذا الجيمبل بتعطيك خصائص ومزايا كتير حلوه مش رح تشوفها بالتليفون، حنشوفها هلا بهذا الفيديو، مثل اذا بدك تاخذ لقطات سينمائيه، لقطات مثل السبين هاي اللي بتبرم انت عم تصور. اذا انت من محبين تصوير التليفون وبدك تنتقل من مرحله لمرحله، احضر هذا الفيديو المراجعه ممكن تستفيد وتعجبك وممكن كمان ما تعجبك. خلينا نبلش الفيديو، وقبل ما نبلش الفيديو ما تنسوا تعطونا لايك واشتركوا بالقناة وفعلوا الجرس حتى يضل يصلكم هيك فيديوهات. خلينا اول شيء نفتح هيدا العلبة ونشوف شو بيطلع بقلبها. فخلينا نفتحها، بيطلع معنا هذا الدفتر وبيطلع معنا هيدي الكرتونة. هاي الكرتونة اللي عبارة عن الجيمبل. راحت الجيمبل، بطل في بريفيو. يلا رجع. ومثل ما قلنا بيطلع فيها اول شيء هيدي الجيمبل، بتجي عبارة عن كرتونة مرتبة. هيدي اول شيء هي الجيمبل، تنفتح هيك، وهذا اللي بتستعملها لتعملها ترايبود، لانه انت اذا بتحطها على سطح بدها توقع، فهذا بتستعمله كترايبود، بتحطها من تحت وبتصير تستعملها كما شايفين كترايبود. بيطلع معها كابل يو اس بي سي كمان تشارجه، بيطلع معها شنطه اذا ظهرت بدك تحطها بقلبها كمان، وبيطلع معها هيدي الستراب اذا بدك تعلقها بقلبها. وخلينا هلا نحكي كيف بنعلقها وشو القصص اللي بعد بيطلع معها. هلا هيدي خلصت، بعد في بس كتيب الاعدادات لكل اللي جداد وما عرفوا بدهم شيء ضاعوا، فين يقروا كتاب الاعدادات بيعرفوا ساعتها اي شيء بدهم اياه. بس بهذا الفيديو حنحكي عن كل شيء عنا، ساعتها مش محتاج انت للكتاب الاعدادات. هلا انت في طريقتين لتوصل هيدا الهاتف بالدي جي اي. اول طريقه انت اذا مركب كفر، اذا انت بتحب تحط كفر للتليفون مثل ما انا عامل، انا صراحه بحب احط الكفر للتليفون لانه بدي احمي التليفون. واحد دافع $1000 او اكثر او 100 500 قد ما كان لازم يحمي الاستثمار اللي هو عامله. اذا انت من المحبين اللي بتحطوا كفر للتليفون بدك تستعمل هذا الشيء، بتحطها هون بس تنسحب هي، تنسحب هيك بتحطها وهلا فيك توصلها هون. وشو جديد بهيدي الجيمبل؟ انه هيدي الجيمبل صارت ماجنتيك، يعني شوفوا بمجرد ما تقرب التليفون على الجيمبل بيلزق، وحتى بس بدك تشيله صعب، يعني اذا بدك تشيله بايد وحده طلع عم شد، يعني هلا صدقوني عم شد، بدك تمسكه وتشيله بالايد الثانيه، لانه الماجنتيك اللي بيجي بقلبه صراحه كثير قوي، يعني بتوثق فيها انه تليفونك ما راح يوقع. يعني شوفوا، خلينا نعمل تيستين لك، حزته زت للتليفون شوفوا بعد مرة، عجبتني القصة، بيجي راكب لابس لحاله. هذه كانت الطريقة الأولى. أما الطريقة الثانية، إذا أنتم ما بتحبوا تحطوا كفر للتليفون بيعطوك مثل هيدي النايلو، بتيجي خريطة بتحطها من ورا، حفرجيكم إياها كمان بالفيديو. أنا بتحطها من ورا وبتحط هيدي عليها، بتلزقها، في تلزيق بيطلع تحتها، بتلزقها على التليفون وبتحط هيدي عليها، وهيدي بتضلها ثابتة على تليفونك. بتصير بس بدك أي شيء دغري تحطه على ترايبود من دون ما تستعمل هيديك، بتلزقها خلصت القصة. هيك طريقة حط التليفون مع الجيمبل كتير حلوة، طورت عن قبل. قبل كانت بتيجي مثل هيك بس بتيجي ثابتة بقلب الجيمبل مش ماجنتيك، بس إنه كأنت بدك فلكسبيليتي أكتر، بدك تشيل وتحطها أسرع، هيدي أحسن وقوية بنفس الوقت كمان. فمثل ما قلنا كان عندنا طريقتين، هاي الطريقه الاولى وهي الطريقه الثانيه، انتوا اللي بتفضلوها بيكون احسن. وفي عندك هيدي الصغيره اللي بتطلع مع التليفون اذا تليفونك مش عريض كثير، يعني هلا التليفون هون ايفون 12 برو ماكس عريض، اذا تليفونك مش عريض كثير رفيع وعندك فضاوه بين هيدي والتليفون فيك تحطها هيدي ليعبي التليفون، ساعتها بيكمش محله اكثر وبترجع بتصير تستعملها نفس الشيء. اما لما بدنا نحكي عن الشكل، صراحه اول ما نمسك الجيمبل بتحس دغري انه هي بريميوم، صح مصنوع من البلاستيك، هي مصنوع من البلاستيك بس البلاستيك كثير قوي، بس كم كتير بريميوم، وتحس طريقة صناعتها طريقة بريميوم، بتيجي باللون السيلفر جراي على سيلفر، وعندك جلد اللي بتعطيك أريحية بالتحكم فيها، يعني ما بتوجعك إيدك، وزنها كتير خفيف، يعني وزنها ما بتحس فيها أبداً ولا بتتعبك، حتى لو ضليتك حاملها ساعة ولا بتحس فيها بأي مشكلة، وزنها كتير خفيف. وطريقة ضبها إذا أنت بدك تظهر لبرا وما بدك تستعمل حتى الكيس، بتفك الترايبود بتحطها بالجيبة، ولا أسهل منها، صغيرة وعملية وكتير حلوة. خلينا نحكي هلا عن هودي الزرار الموجودة بقلبها شو بيعملوا. عندنا
اول شيء هذا الزر الام، اذا كبسته ضغطه طويله مطوله بتدور فيها الجيمبل مثل ما شايفين، اذا كبست رجعت ضغطتين مرتين يعني بتقلب من وضع البروتريت لوضع اللاندسكيب يعني العرض، واذا كبست كمان مرتين بتقلب كمان بالعكس. عندنا هيدي الكبسه الحمراء كمان الموجوده بقلبها، هيدي لتبلش تصوير انت اذا عم تصور فيديو او تصوير فوتوغرافي، بلا ما تكمش التليفون تكبس ستارت بلش تصوير على التليفون، بهي الكبسه فيك تصور صور وفيك تصور فيديو بشكل سريع. عندنا هيدا كمان الكبسه جويستيك، هذا الجويستيك اللي بتقدر تتحكم فيها بالجيمبل اذا بدك اياها تروح على الشمال وعلى اليمين لتحت لفوق، وصراحه كثير مريح كثير حلو. وعندنا بعد هذا الكبسه اللي هون الزوم، اذا عم تصور مش محتاج كمان من التليفون تقرب بتحط ايدك على التليفون تعمل زوم وترجع، بهيدي الكبسه دغري بتعمل زوم وبتعمل زوم ان زوم اوت. وعندنا اخر شيء هيدا التريجر، هيدي الكبسه اللي شايفينها هون، هذا التريجر اللي بخليك تتحول من وضع العادي للوضع السبورت لتقفل الجيمبل ما تروح ليمين ولا شمال، يعني هذا حسب كل كبسه بتكبسها له وضعيه مختلفه، واذا كبستها ثلاث مرات وخليتك حاطط ايدك تتحول من وضع البورتريت لوضع الكاميرا الخلفيه، واذا كبسته كمان بالعكس كمان بتحول من الكاميرا الخلفيه للكاميرا الاماميه. هذا الجيمبل بتتشرج عبر الكابل يو اس بي اللي طلع معه هذا، وعبر هذه الفتحه اللي هون يو اس بي سي هون. وبنفس الوقت بهذا الجيمبل في شيء كتير حلو انه بتقدر تشرج تليفونك، يعني انت ظاهر برا وتليفونك صار حيفضى، بتقدر تشرج تليفونك من الجيمبل اذا كان الجيمبل تاعيتك معبيه، فيك تستعملها كمان كباور باتري. عندك هون هذا المنفذ اللي بتفتحها وبتوصل فيها الشارج وبتشرج فيها تليفونك دغري دايركت. خلينا هلا نجي نحكي عن هيدي الجيمبل من بعد ما توصله بالهيد، يعني انت دورت جيمبل حطيت التليفون شو لازم تعمل هلا؟ اول شغله لازم تعملها انك تروح على الاب ستور تنزل اب اسمها دي جي اي ميمو، او فيك طريقه ثانيه في هوني ورا اذا شايفينها عندك باركود، هذا الباركود بتعمل له سكان بياخذك دغري على الاب لتنزلها، لما تنزلها دغري بتعطيك بكون فاتح بلوتوث اكيد بتعطيك انه عم تفتش على جيمبل، فلما تلاقيها دغري بتعمل كونكت وبتنوصل بقلبها، بترجع بتفوت على في عندك صوره كاميرا فوق بقلب الاب بتفوت عليها بتصير انت هلا بقلب الاعدادات تاعيت الكاميرا تاعيت الجيمبل. فمن بعد ما ننزل الاب ونوصلها على الجيمبل لازم نعمل كاليبريشن للهاتف مع الجيمبل، لانه كل هاتف له وزن محدد وله طول وعرض محدد، فحتى تاخذ افضل شيء لهذا الهاتف مع هذا الجيمبل لازم تعمل له كاليبريشن. بهالطريقه ما في اسهل منها، حفوت عليها وحتشوفوها انتم بالفيديو كيف عم فوت عليها. اول شغله بتعملها وتفوت على هاي ثلاث نقاط اللي فوق، لما تفوت على هاي النقاط عندك صوره جيمبل هون بالنص تكبسها، هيدي فوق بالنص بيجي عندك هون مكتوب جيمبل اوتو كاليبريشن تكبسها، بس بدك تكون اهم شيء حاطط الجيمبل على الترايبود، يعني مكتوب حاطط الجيمبل على ترايبود هيك على شيء مسطح، تكبس ستارت وبتتركها لحالها تعمل كاليبريشن، تاخذ دقيقه لدقيقتين حسب الوقت لتعمل كاليبريشن. فهيك عملت كاليبريشن خلصت بس اوكي. هلا انا تليفوني جالس بس اكيد اني لانه كنت منزل الاب. من بعد ما نعمل كاليبريشن عندك كمان شيء اسمه هوريزونتال جيمبل ادجستمنت، هيدي الهوريزونتال جيمبل ادجستمنت بس تخلص الكاليبريشن ممكن تليفونك يكون ميلي تحسه ميلي اعلى من ميلي ميل شمال او اليمين، فمفوت عليها عندك هون ماينس وزائد، زائد اذا رفعته وكبست عليه بتطلع من هاي الميله، والناقص اذا رفعته عليه بتطلع من هاي الميله، فانت بتحاول تجلسه لحد اكثر شيء تلاقيه انت جلس اكثر شيء. لما تخلص هلا صار فيك تستعمل الهاتف مع هيدي الجيمبل. خلينا هلا نحكي عن المزايا الموجوده بهيدي الجيمبل، يعني اي جيمبل انت بس تصور هيك بتعطيك انه لما تصور فيديو او لما تصور صور تاخذ افضل شيء للفيديو، يعني ما تاخذ فيه اهتزاز، تاخذ صوره سينمائيه يعني 100%. هيدي الجيمبل فيك تستعملها مع التليفون بالكاميرا العاديه، يعني فيك تفوت على التليفون من الكاميرا العاديه وتصور عادي، فيك تفوت على الاب من الدي جي اي ميمو وتصور، بس لما تستخدم الكاميرا العاديه ما رح تاخذ المزايا والخصائص الموجوده بهي الاب لهيدي الجيمبل. فالافضل اذا بدكم هاي المزايا استعملوا الجيمبل، واذا بدكم تصوروا تصوير عادي او فيديو عادي استعملوا الكاميرا العاديه. اول ميزه حلوه بهذه الجيمبل هي الدايناميك زوم، هذا الدايناميك زوم انت بس عليك تصور والسوفت وير هو بيقوم بكل شيء، وهون عندك انت طريقتين، عندك الموف ان والموف اوت. الموف اوت انت لما تصور شيء وتبعد عنه لورا، والموف ان لما تصور شيء وتقرب عليه لقدام، انت بتركز على شيء بتعمل عليه فوكس بايدك على التاتش تليفون وبتبعد عنه، هذه بوضعيه الموف اوت، وبالعكس كمان بال اما الميزه
الثاني بهيدي الجيمبل هي وضعيه التايم لاب والهايبر لاب. هلا عملت انا فيديو كيف بتصور هايبر لابس تايم لاب بالتليفون، حترك لكم الفيديو باخر هذا الفيديو لتشوفوه. اذا انت بدك تصور هايبر لاب كل عليك انك تختار وضعيه الهايبر لابس بالتليفون، وانت بتقعد بتصور شيء لمده 5 دقائق 10 دقائق 20 دقيقه قد ما بدك بتصورها انت وماشي. بس تخلص الفيديو وتكبس ستوب، هي لحالها الجيمبل او السوفت وير تبع الدي جي اي بيقوم بكل شيء وبيعطيك فيديو كثير حلو للهايبر لاب. اما اذا بدك تصور تايم لاب هون بيختلف عن الهايبر لاب. تايم لابس لازم تكون محطوطه على وضعيه ثابته على ترايبود للجيمبل، وهون عندنا عده اوبشن نستخدمها. عندنا اول شيء الوقت قد ايه بدك تعمل تايم لابس، عندك من الدقيقه لقد ما بدك للخمس ساعات. يعني بتقدر تخلي التليفون تكبس انت ستارت وهو لحاله بياخذ مده فيديو خمس ساعات بيعطيك اياها قد ما بدك. يعطيك اياه مثلا هون عندك من 0.5 ثانيه ل 60 ثانيه. يعني بتحط التليفون بتحط وضعيه التايم لاب، بتحط الوقت اللي بدك اياه، بتحط قد ايه بدك الفيديو اخر شيء يطلع معك. بيرجع عندك كمان بالتايم لابس عندك المود، عندك اياه فيكست انجل. فيكست انجل يعني اذا بدك التليفون خلص بتحطه هون وبضل ياخذ هيدي اللقطه لا يخلص الوقت. عندك بيرجع ال تو ار والار تو ال. ال تو ار اذا بدك التليفون يعني هو لحاله بس تكبس ستارت بصيروا يطبروا الكاميرا هيك شمال وبيرجع يمين، واذا من الرايت لللينكس كمان نفس الشيء بيرجع من اليمين للشمال، يعني بياخذ لقطات متعدده. واخر شيء عندنا الكاستم موشن. الكاستم موشن انت بتحدد الوجهات المعينه للجيمبل، يعني بدك اياه لهي الميله لهي الميله لهي الميله لهي الميله، اربع ميلات مثلا فيك تحدد له اقصى شيء اربع ميلات ليصور فيها التايم لابس. عندنا كمان هيدي الميزه الحلوه السلو موشن، هيدي هلا موجوده بالتليفون العادي الكاميرا العادي وموجوده بهذا الجيمبل، بس كمان اذا بتستعملوا الجيمبل مع سلو موشن بتعطيك صوره احسن. هون فيك تستعملها مع الدي جي اي او مع الكاميرا العاديه مش رح تاثر عليك شيء لانه بالجهتين حتعطيك نفس النتيجه. اما ميزه حلوه موجوده كمان بعد بهيدي السوفت وير هي الستوري مود اللي بتعطيك ستوريز مختلفه حسب كل وحده انت اللي بتنقيها، بتعطيك ستوري وفيديو مختلف. يعني انت عليك تاخذ لقطات كذا فيديو لقطات 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 وهي بتجمع لك اياهم بفيديو، بتاخذ احسن شيء تقريبا هذه اللقطات وتفوت لك فيهم افكتس وبتعطيك كمان بألبوم الميوزك تركب لك على الميوزك وبتطلع لك فيديو كتير حلو ستوري كتير حلو. وعندنا اخر شيء الوضع العادي، الوضع التصوير العادي الفوتو والوضع الفيديو. هو فيك تستعملهم من التطبيق الكاميرا العاديه وفيك تستعملهم من دي جي اي. ولكل اللي بحبوا يصوروا فلوجينج او يصوروا فيديوهات وما في حدا يساعدهم، دي جي اي اعطتنا ميزه كتير حلوه وهي التراكينج. يعني اذا عم تعمل فلوجينج من الكاميرا الاماميه بس عليك تعمل بايدك هيك على الوجه على وجهك وانت لحالك، كيف ما بتقعد تاكل هم التليفون ما بتقعد تاكل هم الفوكس لحالك. لحقربكم اياه الجيمبل بتصير تلحق، يعني هو احملكم انا اذا بشايفيني بتصير الجيمبل لحالها تلحقك تعمل لك تراكينج وين ما كنت من الكاميرا الاماميه. وبنفس الوقت اذا انت بتصور فيديوهات بالتليفون وبدك تاخذ الكواليتي الاعلى للتليفون تستعمل الكاميرا الخلفيه كمان نفس الشيء، بتحط التراكينج عليك او فيك تكبسها عبر كبسه وحده بهيدي. اذا انت ما بتقدر تشوف الشاشه انت عم تصور حالك ورا بتكبسها كبسه وحده فبتاخذ دغري وجهك وبتصير انت كيف ما تروح بعيد تقرب تروح شمال يمين ضل الجيمبل لحيتك وانت بالفوكس. يعني هقوم شوفوا هزيح لهون شوفوا كيف لحقتني هزيح لهون شوفوا. يعني هيدي ميزه كتير حلوه وبتساعد كتير عالم اللي بيعملوا فلوجينج. خلينا نحكي هلا عن الاوبشن او الاعدادات الموجوده بهيدي الجيمبل. لما بدك تتحكم بهيدي الجيمبل كمان عندك بدك تفوت على الاوبشن الاعدادات وعندك اربع وضعيات مختلفه. عندك اول شيء الفولو مود. فولو مود اذا انت عم تصور وبدك تضلك لاحق حدا، يعني انت عم تصور حدا يكون راكب على البسكلي على السكيت بورد على السكوتر وبدك انت ماشي تضل تعمل دغري فولو تعمل الفولو مود. بس تكبسها بيجي عندك التلت لوك. التلت لوك هي اللي بتقف، يعني انت بتكبسها ما بتقعد تتحرك هيدي الايد تعيد الجيمبل تلاقيها جالسة. هيدي بتستعملها اذا عم تصور مثلا شيء سينماتيك، عم تصور لقطات سينمائية، عم تصور فيديوهات لحدا اعراس، تعمل التلوك. الفولو خليني فرجيكم شفتوا كيف تتحرك الايد، هيدي بتصير تستعملها بالفولو. عندك الاف بي في هي اللي بتستعملها للتراكينج.
اما الميزه الرابعه اللي معنا اياها هي السبين شوت. السبين شوت انت لما تاخذ لقطه مثلا حدا ماشي قدامك بتاخذ لقطه بصير التليفون يبرم بهيدي الجيمبل وبتعطيك لقطه فيديو كتير حلوه. يعني اذا بدك تصور حدا ماشي قدامك وتاخذ له اللقطه من فوق لتحت بالتليفون كتير صعب تعملها، بس بالجيمبل بكل سهوله. كل عليك انك تستعمل هيدي الجويستيك اللي شايفينها هون، هيدي الكبسه الجويستيك بتستعملها بتكبس على اليمين او على الشمال بصير التليفون يبرم بنفس الوقت ياخذ هيدي اللقطه الحلوه. بس الاحسن اذا بدك تعملوا سبين شوت حاولوا صوروا الفوركي على 60 فريم حتى تنزلوها ل 30 فريم وتاخذوها كسلو موشن تعطيك تصوير ولقطه كتير سينمائيه وكتير حلوه. وعندنا ميزة بعد كتير رائعة هي الجستشر. الجستشر إذا أنت بدك تصور وتاخد لك صورة أو بدك تصور فيديو وأنت بعيد عن الكاميرا وما معك حدا يساعدك ليخد لك هاللقطة، بتحط الترايبود الكيمبل، يعني الكيمبل على الترايبود بوضعية المحددة إذا بدك تصور فيها، تبعد عن الكاميرا وبتعطيها العلامة الستارت إنه تبلش. ساعتها هيدي الجيمبل تعرف إنه لازم تصورك وتبلش تصوير إن كان فيديو أو لقطات فوتوغرافية. فهيك تقريبا بنكون غطينا كل شيء عن هيدي الجيمبل. إن شاء الله تكونوا استمتعتوا واستفدتوا بهذا الفيديو. إذا عجبكم هذا الفيديو يا ريت ما تنسوا تعطونا اللايك واشتركوا القناة وفعل الجرس حتى يضل يوصلكم أجدد فيديوهاتنا. إلى اللقاء بفيديو جديد من أبو السلالة. عجبتني كثير هيدي الميزة من تراكينج للجيمبل، يعني ميزة كثير حلوة. صار شي ساعة قاعد عم بلعب عليها، بتزيح يمين بتزيح شمال. فهيدا كان الفيديو لليوم، ما تنسوا اللايك. باي.